اهلا بحضراتكم. طبعا كل عام وحضراتكم بخير. كلنا سعداء النهارده بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، واللي بنحاول ان احنا في ذكرى ميلاده ان نتاسى به، ليس على سبيل المظهر فحسب ولكن على سبيل الجوهر، وده الاهم في سلوكياته مع من حوله، في تسامحه، في عطفه على الفقير، في توقيره للكبير، في اتقان العمل. كل هذه القيم النبيله اللي احنا محتاجينها في هذه الايام. ازاي نحتفل بالمولد النبوي الشريف، وازاي ممكن نتذكر الرسول الكريم واهم ما ورد في سنته المشرفه؟ ده هيكون محور حديثنا النهارده مع ضيفنا الشيخ محمد رمضان، عضو مجلس العلماء بالاتحاد العربي الافريقي لمكافحه الفكر المتطرف بالقاهره. اهلا بحضرتك يا شيخ محمد. مساء الخير، كل عام وانتم بخير. بداية بس علشان التايتل بتاع حضرتك متفق إلى حد كبير مع ما جاء بالأمس في كلمة الرئيس السيسي وفي كلمة الأئمة في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، واللي أشاروا فيه إلى ضرورة محاربة الفكر المتطرف. فخلينا ناخد فكرة عن دور يعني هذا الاتحاد في محاربة الفكر المتطرف اللي هو مضاد لتعليم سيدنا محمد، قبل ما ندخل في الاحتفال بالمولد النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لسيادتكم ولأسرة هذا البرنامج هذه الاستضافة الكريمة، وأدعو الله تعالى أن يستمر عطاؤكم، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير سلام. لا شك أننا يعني بحاجة ماسة إلى أن يعني ندرأ عن أنفسنا الخطر والشر، ومن هذه الشرور والأخطار هي مكافحة الفكر المتطرف. الحقيقة نحن نقوم بأنشطة كثيرة جدا مع الشباب بمختلف الأعمار الحقيقة، من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة أيضا. نتحاور معهم، أمامنا اتحاد شباب وادي النيل، نتحاور معهم أيضا، يعني نتحدث معهم عن تجديد الخطاب الديني وعن فكر مستنير، ونحذرهم بأن ليس كل من تكلم بقال الله وقال رسول الله نسمع له ونشير إليه ونجلس معه، بل إذا كنا يعني نريد أن نحافظ على أنفسنا من هذه الأفكار المتشددة والتيارات الوافدة التي ترد إلينا والتي ما أنزل الله بها من سلطان، علينا أن نحذر كل الحذر من هؤلاء الذين يتكلمون باسم الدين. إذا يعني اجتمع معهم أحد الذي يتكلم بهذه اللغة وبلهجة الدين، عليه أن يتشاور مع أستاذه في المدرسة أو يتشاور مع أبيه أو أمه في البيت، يعني يقول له سوف أفعل وأجلس مع أحد رجال الدين الذين يتكلمون باسم الدين. أنا حذرت كثيرا الحقيقة الشباب بأن لا يسألوا في الدين إلا الذي هو من الأزهر الشريف حتى يكونوا على دراية تامة. وطبعا معروف الأزهر الشريف ومعروف يعني هيئة الأزهري، معروفة لدى العالم بأسره وليس في مصر يعني. والحمد لله رب العالمين، نحن يعني إلى حد ما نحاول السيطرة بل والحفاظ على عقول شباب الأمتين العربية والإسلامية مخافة أن ينزلقوا إلى منزلقات الشر. نتمنى ذلك بكل تأكيد. وطبعا واحنا بنحتفل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن يعني نحاول الاحتفال بالشكل اللي يليق به. نعم. إزاي نحتفل بهذه المناسبة ونعظم من مكانة الرسول الكريم ونستدعي سنته النبوية المشرفة؟ عليه الصلاة والسلام. والله الحقيقة يعني إحنا يعني بحاجة إلى أن نطلع على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه الكريمة. فعندما تأتي مناسبة كهذه وهي ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم، يتحاورون معهم، يعني يحاولون أن يلقوا أو يسلطوا الضوء على الجوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كفالة اليتيم، مثل قضاء حوائج المحتاجين، مثل بر الوالدين. نحن أول ما تعلمنا في بداية حياتنا ومنذ طفولتنا الأحكام الشرعية، درسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجلسنا نردد هذه الآية إلى أن وصلنا إلى يعني المرحلة الجامعية، لأن طبعا منزلة الوالدين منزلة عظيمة جدا وأهمية كبيرة جدا جدا
يكفي أن رب العزة سبحانه وتعالى قرن عبادته بطاعة الولدين، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، دليل على أن هذا الأمر في غاية الأهمية. الحقيقة هذه المناسبة وهذه الذكرى العطرة التي تأتي علينا بين الحين والحين لا شك أنها تضفي البهجة والسرور على قلوب المسلمين والمصريين بشكل خاص. هذا ما أراه الحقيقة وأنا أسير في الطريق الآن منذ مجيء إلى هذا المكان الموقر وهذا الصرح الإعلامي الكبير. طبعا الحقيقة أرى البهجة على وجوه المصريين حتى في الشوارع والميادين والأماكن العامة، أيضا أرى يعني جوا من السرور والفرحة والابتهاج والاحتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إحساس فطري. حب النبي عليه الصلاة والسلام هذا إحساس فطري لأننا نحبه من أعماق قلوبنا. يكفي أن رب العزة سبحانه وتعالى يعني صلى عليه هو وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن رب العزة سبحانه وتعالى بين لنا أنه بنفسه يصلي على حبيبه مصطفى وأن ملائكته يصلون عليه، ثم جعل عليه الصلاة والسلام ثواب من يصلي عليه فقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 مرات. وحتى في يوم الجمعة قال: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. حتى الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اسمه في المجلس هو يعد من البخلاء، البخيل من لم يصلي عليه في الحديث الشريف. وهكذا نحن نحاول بقدر ما نستطيع أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خطر ببالنا، كلما يعني ذكرت سيرته على ألسنتنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني بعدد حبات الرمال، نصلي عليه يعني آناء الليل وأطراف النهار، ونصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. من هنا وجب علينا أن نحب الله، ووجب علينا أن نحب رسول الله، وأن تتعلق قلوبنا بمحبتهم لا بدنيا زائفة ولا بعرض زائل، حتى ينتشر الأمن والأمان الذي ينشده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال قبل أن يودع الدنيا والحياة: إن أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طبعا يعني فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده فضل كبير جدا بيعود علينا، وأي حد بيذكر يعني صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده تشريف ليه هو شخصيا. لا. حتى الملائكة، لا، الملائكة قد شرفت وكذلك نحن بهذه الصلاة، لأن احنا مأجورين عليها وبترفعنا درجات ودرجات يعني. بالتأكيد. طيب انا اعلم جيدا ان حضرتك كمان بتملك صوتا جميلا في الانشاد الديني وفي التواشيح الدينيه، فارجو من حضرتك انك تسمعنا شيء كده في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى حتى نحتفل بهذه الذكرى العطره. والله انا اصلا في الاصل واعظ ديني، ولكن طبعا تلبيه لرغبات سيادتكم وللساده. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. سبحانك اللهم رب الورى، سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا أحمد النيرا، سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا أحمد النيرا، رسولك المختار، رسولك المختار، رسولك المختار من خلقك البشير النذير للعالم والمنذر، إمامه الكتاب،
إمامه الكتاب فيه الهدى، فيه الهدى والنور. إمامه الكتاب فيه الهدى والنور، والنور للناس جميعا سرى. أرسلته يا ربنا رحمة، أرسلته يا ربنا، أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين هاديا أكبر. أرسلته يا رب، أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، للعالمين هاديا أكبر. عليه صلي ربنا، عليه صلي ربنا دائما دائما، وآله وآله وصحبه وانصرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إحنا في هذا العالم المليء بالتطرف والإرهاب محتاجين لاستدعاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على التعايش مع جميع الأديان ومع جميع الأجناس. على سبيل المثال تأسيسه للدستور المدني في المدينة، أول من وضع دستور المدينة، تعامله مع جيرانه من اليهود. يعني كل هذه المعاني عاوزين نذكرها ونعددها حتى ندعو الناس إلى حسن التعايش مع الأديان الأخرى ومع الأجناس الأخرى. ورسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ليخرج هذا العالم من الظلمات إلى النور، جاء برسالته السمحة فهدى الناس من ضلالة وعلم الناس من جهالة. حين أبرم أول وثيقة لحقوق الإنسان والمواطنة، وقعها مع من؟ وقعها مع المسلمين ومع غير المسلمين ومع اليهود الذين كانوا موجودين. شرط لهم وشرط عليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن ينافحوا عن هذا الوطن الإسلامي وهو المدينة. هذه الصحيفة يا عالم البشر ويا دنيا الناس هي أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، قبل أن تعرف المنظمات الدولية حقوق الإنسان بأكثر من 14 قرنا. صانها أطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة السمحة، وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يؤذي المسلم أخيه من غير المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا، والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد أمان وتأشيرة أمان، إخواتنا المسيحيين الذين يعيشون معنا تحت سماء واحدة وعلى أرض واحدة واختلطت دماؤنا في الحروب، أمرنا رب العز سبحانه وتعالى أن نقسط إليهم حين قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يأتي حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. يكون خصما صلى الله عليه وسلم لمن يؤذي واحدا مسالما معاهدا من غير المسلمين من أهل الكتاب. إني أحب محمدا، إني أحب محمدا وأحب كل المرسلين، ومحبتي للقبط مثل محبتي للمسلمين. جئنا الحياة فكلنا أبناء آدم أجمعين، فلنعبر الدنيا على حب وسلم مخلصين. ديننا الإسلام يأمرنا أن نتحاب وأن نتواد. رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما وقف، عندما مرت عليه جنازة فوقف لها، قالوا: رسول الله، هذه جنازة يهودي أتقف لها؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ ما أعظمك يا سيدي رسول الله فيما دعوت الناس إليه من دين عالمي لو طبقت تعاليمه في الأرض لساد الأمان والاستقرار والازدهار، ولا كانت تلك الحروب والكروب التي تسود العالم. إنه الدين العالمي الذي بعث به صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.
وكان من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن عظمته أن كان في حرب مع أعدائه، عندما يؤسر وهو سيد قومه ثمامة بن أثال ويعرض عليه الإسلام، وفي كل مرة يرفض الرجل أن يدخل في الإسلام. هل قتله؟ لا. هل أكرهه على الدخول في الإسلام؟ لا. ماذا فعل معه عليه الصلاة والسلام؟ عفى عنه ورحمه صلى الله عليه وسلم وقال أطلقه صراحة. فانطلق الرجل يفكر ويقول: كنت عدوه بالأمس وحاربتهم وأسروني وعرضوا علي دينهم ورفضته لهم، لا يمكن أن تكون هذه أخلاق بشر، هي هذه أخلاق نبوة، أخلاق وحي من الله. فذهب الرجل وانطلق ليعلنها صريحة مدوية، والماء يقطر من أعضائه، وليقول: اعلم يا محمد، ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك أصبح أحب الوجوه إلي، ما كان من دين أبغض إلي من دينك أصبح أحب الأديان إلي، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك أصبح أحب البلاد إلي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ودخل الرجل في الإسلام بسبب من؟ بفضل السماحة الإسلام وبفضل سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا في سماحته، هذا ديننا في حسن معاملته للمسلمين ولغير المسلمين. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام عهدتنا والقبط، إلا أمة في الحق واحدة تروم مرامة، نرعى تعليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. يا قوم بان الرشد، فقدوا ما جرى وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار سلاما، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. صحيح. نعم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن أجل ذلك يا أمتنا ويا أبناء مصرنا العزيزة، لا تصيخوا سمعا إلى الذين يريدون أن يحدثوا فتنة طائفية أو بعدا طائفيا أو عنفا طائفيا كما حدث في محافظة المنيا في الآونة الأخيرة، بل علينا أن نكون أحبة ودعاء كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الحقيقة أنه كمان يعني حتى في حالات الحرب مع الأعداء كان يعني بيدعو الجيش أن هم ما يفزعوش أي شخص، وأن هم ما يعني لا يقتلوا الشجرة، صحيح، ما يهدموش صومعة ولا بيع ولا غيره من ولا يعني الناس اللي بتدين بدين غيرنا. نعم. أو حتى نعم. من أعدائنا. وبالتالي حتى الهجوم على الكنائس أو الهجوم على دار العبادة ده مش من الإسلام في شيء على الإطلاق، ليس من الإسلام في شيء على الإطلاق. صحيح. وهذا يعني قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، الذي بينه وبين أخيه المسيحي شجار أو خلاف، لا يدخل ولا يقحم دور العبادة في هذا، لأنك كما اعتديت على الكنيسة سوف يعتدى على المسجد، وهذا لا نريده على الإطلاق، لأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وإحنا لو اقتدينا بخلقه دلوقتي لصالح حال الأمة. أكيد. إتقان الرسول للعمل عليه الصلاة والسلام، النظافة الشخصية والسلوك الجيد، ده كلها حاجات احنا بنفتقدها اليوم كمصريين وحتى كمسلمين بوجه عام. نعم. السماحة في اللقاء. نعم. التبسم، يعني الدين اللي جعل تبسمنا في وجه أخينا صدقة. نعم. ده دين عظيم. صحيح. احنا ما بنركز على هذه الأشياء. نعم. ويبدو وكأن المتدين لابد أن يكون متجهما أو أن هو يعامل الناس بغلظة لأنهم مش متدينين مثل بعنف. صحيح. احنا عاوزين نجلي هذه الحقيقة. نعم. انه الدين الاسلامي هو كله الرحمة. صحيح. وكله المحبة. صحيح. للمسلمين ولغير المسلمين. نعم. نعم. فضل فهم. الحقيقة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الأجلاء يبنون المسجد، هذا إذا كنا نرد أن نتحدث عن الإتقان في العمل. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائد هذه الأمة كان الصحابة يبنون المسجد،
فكان يحمل الطوب معهم ويبني معهم ولم يميز نفسه عليهم، ليعطي للمسؤولين من بعده درسا أن يعوا تماما أهمية العمل وشرف العمل وأنه عبادة يتقربون بها لله سبحانه وتعالى، فلا محسوبية ولا محابة. ومن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يوجه من يأتي بعده عندما يقومون بالإشراف على أي قطاع من قطاعات العمل أن يكون حفيظا على العمل وعلى العاملين معه. وأما إهدار المال العام فتلك مشكلة المشاكل، فكم من مسؤولين خولت لهم صلاحياتهم إهدار هذا المال، ولكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث موجز بليغ يحذر منه أمته: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. هذا الحديث وعيد شديد لكل من تمكنه صلاحياته من إهدار هذا المال، ولكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان قدوة عظمى لأمته يدخل بيته يرى التمرة وما أبسط التمرة ساقطة يتناولها ليأكلها يطرحها ويقول: أخاه أخشى أن تكون من مال الصدقة. أبو بكر حين علم أن ما جاء به غلامه فيه أدنى شبهة كان بها في الجاهلية استقاء ما أكل ووضع أصبعه وقال: لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لأخرجتها، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أرادت زوجه تبغي شراء الحلوى قال: لن نأكل من الكماليات وفي المسلمين بطون جائعة، هي أولى بهذا، ردي هذه الدرائم إلى بيت مال المسلمين. وقال لها: من أين لك هذا؟ وكان بهذا أول من سن قانون: من أين لك هذا؟ قال لها: من أين جئت بهذا المال؟ قالت: ليس من بيت مال المسلمين، بل من مصروف بيت الخاص. قال: ولو من مصروف بيتنا الخاص، ما دام قد زاد عن حاجتنا ففي المسلمين بطون جائعة، ردي هذه الدراهم إلى بيت مال المسلمين. على هذا النحو عاش الرعيل الأول حضارتهم الكبرى على عمل لا يخالطه إهدار المال العام، على عمل لا يخالطه فساد ولا رشوة ولا تراجع، فكانوا قادة الدنيا وكانوا سادة العالم. إن حفاظنا على أمتنا وإن استردادنا لهيبتنا ومجدنا وحضارتنا لا يتأتى إلا بالصدق في القول، إلا بالإخلاص في العمل، إلا بإتقانه، إلا بالضمير الديني الوازع الديني الذي افتقدناه على المستوى المحلي وافتقدناه على مستوى العالم، العالم الذي يموج بالفتن، العالم الذي يموج بالحروب والكروب، ويقولون: الضمير، وما أدراك ما الضمير، وأين هو الضمير؟ بحثت عن الضمير فقال قوم خرافات قدامى في العصور، ومات غدرا صريعا كفنته يد الدهور. فهذا الأفق تملكه ذئاب لهم نصب مصفى كالنمير، ظواهرهم مزخرفة تراها وفي أحشائهم نار السعير. لقد خدعوك مرات وقالوا: سنجبر كل ذي قلب كسير، فها هم قد أذاقونا هوانا فكيف نشك في موت الضمير. رحماك يا أيها المسلم في كل مكان، يا سيدي يا رسول الله، يا من أنت رحمة مهداة للعالمين أجمعين، إننا إذ نستعيد مجدنا لن نستعيده إلا بهديك، إلا بتعاليمك السمحة التي بعثت بها رحمة للعالمين. فكانت أمتك يا سيدي يا رسول الله خير أمة أخرجت للناس بيدما صنعوا وبيدما شغبوا على مقامك، فأنت أعظم الخلق أجمعين، وأنت قائد الغر المحجلين. يا سيدي يا رسول الله، آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك، وغيره قام في حقد وفي طلف بالزور والظلم والعدوان آذاك، هذا وذاك يريدان الدمار لنا، لا تبقي يا ربي لا هذا ولا ذاك. كنا أعز عباد الله قاطبة، كنا أجل الورى لما أطعناك، لكن أمتنا يا ويح أمتنا قد ضيعوا في زمان الضعف مسراك. قد فرطت أمتي في دينها حقبا، فكيف بالله يوم الدين نلقاك. سيدي يا رسول الله، أستشفع بك عند الله أن تكشف عن أمتنا الكرب وأن يكتب لها النصر على أعدائها.
آمين يا رب العالمين. والحقيقة أنه زي ما حضرتك ذكرت كده هو رحمة للعالمين. وإذا كنا بنتكلم حتى عن المشاكل الاجتماعية التي نعاني منها الآن، وأن مصر مثلا على سبيل المثال أصبحت من الدول المتقدمة جدا في نسب الطلاق، أو بنحن نجد أن المرأة المعيلة هي اللي بتنفق على الزوج اللي بيجلس على القهوة ويترك أسرته ويضيع من يعول. صحيح. لأننا ضيعنا سنته. نعم. عايزين برضو إلقاء الضوء على كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وإزاي يعني إعالة الأسرة، أنه واجب على الرجل وأنه لا يضيع من يعول بجلوسه على القهوة أو أي شيء آخر على سبيل المثال. والله يعني لا شك أن يعني نحن نتعمق كثيرا في الحياة الزوجية مع الناس بشكل عام. أغلب المشاكل التي تأتي إلينا أن الزوج يعني لا يخصص وقتا لبيته وزوجته ويتحاور معهم، ويأتي من العمل أو من الوظيفة على النوم مباشرة، أو من الأكل أو العشاء على النوم مباشرة، لا يجلس حتى ويتحاور مع أهله. وإن جاء إلى البيت في وقت مبكر لا يجلس مع أهله، بل يجلس على المقاهي وما إلى ذلك ويترك أهله. فطبعا هذا يعني ليس من حسن التباعد، ليس من حسن التباعد، وفي هذا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لبدنك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وفي هذه الحالة لم يعطي أهله حقهم كامل، ويسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى إن حصل لهم أي خلل، سواء من الناحية السلوكية أو من الناحية التربوية والتعليمية أو المادية أيضا. هو مطالب أن ينفق على زوجته وأبنائه، الزوج مطالب أن ينفق على زوجته وأبنائه، لا علاقة له بوظيفته على الإطلاق. البعض من الأزواج الحقيقة هداهم الله يخالفون الكتاب والسنة في هذا، ويعتبرون أن زوجته ما دامت أنها موظفة نجده يأخذ مرتبها بالقوة، وهذا ليس من الإسلام في شيء على الإطلاق، هذا يخالف الكتاب والسنة. سيد العزيز، إن قامت الزوجة وساعدتك ماديا في حياتك الزوجية فهذا أمر نابع من داخلها، لكن لا تقم أنت بإجبارها وأن تنفق عليك. القوامة بيد الرجل ليست بيد الزوجة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الزوج مطالب أن ينفق على زوجته وأبنائه، والابن أيضا مطالب مسؤول من أبيه. ففي هذه الحالة لا بد أن يراعي الزوج شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته التي وصانا عليها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يلحق بربه، والإنسان قبل أن يلحق بربه يوصي بأهم الأمور وبأغلب الأمور. صحيح. فقبل أن يلحق بربه قال عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالنساء، فقال: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، أي خافوا الله في النساء، فإنهن عوان بينكم، أي أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أما الذي يريد أن يظهر مفاتنه وعضلاته أمام زوجته ويستعرض قوته أمام زوجته، فهذا من الأفضل أن يتزوج فليجلس بمفرده هكذا، طالما أنه لا يستطيع أن يتحمل أعباء الحياة الزوجية. الحياة الزوجية ليست فقط أموال وطعام وأكل وشرب، ليست هكذا، وإنما هي تحتاج إلى أن يخلق الزوج يعني منطق الحوار مع زوجته، وأن يترفع عن الصغائر، وأن ينأى عن سوء القصد والفعل والتصرف. ليس كل ما دخل بينهما الشيطان وتشاجر مع بعضهم البعض يقول لا أنت طلق أو علي الطلاق، فهذا من المحظورات التي يقع فيها الزوج، ومن ثم يعني يجد نفسه أو يتفاجئ أنه قام بإلقاء يمين الطلاق أكثر من مرتين أو ثلاثة. طبعا في هذه الحالة يجب الفصل بينهما، وتنهدم الأسرة على أتفه الأسباب. صحيح. على أتفه الأسباب.
أنا بشكر وجود حضرتك معانا، وكل عام وحضرتك بخير وسلام. وفعلا زي يعني ما تعلمنا إن خيركم لأهل، نعم. كما تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنتمنى إن شاء الله أن تسود روح المحبة والوئام ويعني التعايش مع الآخر فينا كمسلمين وكعرب مع كل العالم، لأنه بعث رحمة للعالمين وليس للمسلمين فحسب. بشكر كل حضرتك معانا، وكل عام وحضرتك بخير. الشيخ محمد رمضان، عضو مجلس العلماء بالاتحاد العربي الافريقي لمكافحه الفكر المتطرف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين، والساده المشاهدين بخير. شكرا جزيلا. شكرا ليكم اعزائنا المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى.